Very soon, things might turn to the better. Of course, the offer of the Spanish government is very generous, and provided that we can carry out the project properly, we shall assuredly gain a lot of pride. ثلاثة في الدنيا. توفيق كان عنده 16 سنة. كنت فاكرها بتحبه زي اخوها. كنت غبي. حطيت النار جنب الديناميت. الله يسلمك يا منى. يعني جيت فجأة؟ ما قدرتش اتصل بيكم. ألف حمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك. الشنطة يا حسنين. حاضر يا سيدي. وحشتيني قوي يا محمود. وانتوا كمان وحشتوني قوي. ازاي خال؟ كويس الحمد لله. امال هو فين؟ ده نايم. لا انا صاحي يا بابا. حمد لله على السلامة يا بابا. وحشتيني قوي يا خالد. وحشتيني قوي يا حبيبي. انت مش قلت لماما في التليفون انك جاي يوم الجمعه؟ طب ما انا النهارده الجمعه. لا يا سي بابا، الجمعه اللي فاتت، يبقى السبت والحد والاثنين ما
ماما عداهم 8 ايام. اه يا فتان. على كل حال انا جبت لك احسن هديه بتحبها. طياره؟ لا اتنين. ادي واحده وادي التانيه. ميرسي قوي يا بابا. امتى بقى ابقى طيار؟ لما تكبر يا حبيبي. يلا بقى يا حضره الطيار العظيم تنام عشان تلحق المدرسه بقى. المدرسه؟ ايه المدرسه مقفوله يا محمود. مقفوله؟ مقفوله ليه؟ احنا في اجازه اخر السنه وخالد امتحن من 10 ايام. طلعت الاول. برافو هايل. اهو كده الاول على طول زي ابوك. هتفسحني فين بكره؟ تحبي تروحي فين يا منى؟ الناجي هو اللي يختار. نروح النادي نتغدى هناك ونعزم تيتا ونعزم طنط علي. موافق يا سيدي. ونعملها حفلة تكريم لانك طلعت الاول. يلا يا خالد علشان تنام يا حبيبي. بابا جاي من السفر وتعبان. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا حبيبي. يلا بقى عشان تنام. بكره من بدري هنروح النادي. ادي طيارتك اهي. ادي التانيه كمان. تصبح على خير. ماما. ايوه حبيبي. بتدور على ايه؟ في اوراق مهمة كان لازم اجيبها معايا ومش لاقيها. مش عارف اذا كنت نسيتها في مكتب روما ولا باريس. محمود اجلها للصبح. انت جاي من السفر وتعبان. مش هيجيني نوم الا لما الاقي الورق ده. على كل حال يستحسن اطلب المكتبين دلوقتي واحدد مكالمة للصبح. الو؟ الصبح الساعة 8 بالظبط. متشكر. حددت المكالمة؟ الساعة 8 الصبح. تصدقي اغلط في نمرة تليفون مكتبي في روما مرتين؟ اللي واخد عقلك. لو ما لقوش الاوراق هنا ولا هنا مضطر اسافر بكرة على اول طيارة. ان شاء الله هتلاقيهم. على الله. بس ده انا لسه واصل من السفر وتعبت قوي المرة دي. انت اللي جايبه لنفسك. ما عشانكم. عشانك انتي وعشان خالد. ربنا ما يحرمناش منك. يا سلام يا منى. لو العمليه اللي انا ماشي فيها تنجح. يا محمود انت كل مشاريعك ناجحه والحمد لله. البركه فيك انت يا منى. نسيت. الله. ميرسي.
يا محمود. حلو قوي، انت جبت لي كتير. كفايه يا محمود وكفايه سجاير. مش هشربها كلها ولا نصها، هات السيجاره. طب نفس واحد. لا ولا حتى نص نفس، هزعل منك. وحشتوني قوي. وانت كمان يا محمود وحشتني قوي قوي. ايه؟ الو؟ ايوه، قلت لك بكره الساعه 8. طيب طيب. اشمعنى النهارده تورته يا ست ماما؟ كان نفسي فيها. كان نفسك فيها ولا عشان بابا بيحبها؟ طب يلا افطر وبطل شقاوة. صباح الخير. اهلا يا محمود. جات لك المكالمة؟ خير. الاوراق موجودة وهيبعتوها لي. ياه، ده انا اتأخرت قوي على المكتب. محمود مش هتفطر؟ هباخد اي حاجة في المكتب. على فكرة العربية هتوصلني وترجع لكم على طول. اوعى تنسى النادي يا بابا. معقولة؟ الساعة واحدة بالظبط هكون عندكم. مع السلامة. علي اتأخرت. والله أنا قلت لها يا بنتي بلاش تروحي أنت، كفاية المحامي بتاعي. قالت لي لازم أحضر. يا ترى هيتحكم لها بإيه؟ أهي جت. صباح الخير. صباح الخير يا عليا. ازيك يا تعب؟ هي طمنيني. حضرته طالبني في الطاعة، لكن ده بعده لما يشوف نجوم الظهر. الحكاية دخلت في عندي يا بنتي. أختك راسها ناشفة وهو دماغه حجر ومش عارفة إيه آخرتها. صحيح، إيه آخرتها يا علي؟ والله أنا مرتاحة كده. بيتهيألك راحت الست بيتها وجوزها. بقول يا منى، ما تكلمي جوزك يقابل عديله ويتفق معاه ويفضها بدل المحاكم والبهدلة. يا كده يا كده. حاضر. هو فاضلها لما هيفضلنا؟ ده ما بيقعدش معاها يومين على بعض. أنا عارفة أنت طايقة العيشة دي زي منى. الحمد لله أنا سعيدة طول ما اللي حواليا سعدة، ومحمود مش مخليني عايزة حاجة. واخد ديله في سنانه وطاير على حل شعر. جوزي ما يعرفش غير شغله بس. الرجالة دول ما لهمش أمان أبدا. أنت عايز تخربي عليها زي ما خربت على نفسك. أختك خدت على كده وراضية بكده ومبسوطة هي وجوزها. تليفون يا هانم. يا استاذ محمود. الو. ايوه يا منى، انا متاسف مش هقدر اتغدى معاكم، شغل مهم. ايوه حبيبتي لازم. بعدين اقول لك. اعتذري لماما ولاختك وفهمي خالد. وقت ما تحبوا تتغدوا قولوا. هو محمود مش جاي؟ عنده شغل. هي دي اول مره؟ والله انا لو منك ما اسالش فيه واسيبه يرن واشوف نفسي. بس يا بنت بلاش كلام فارغ. اختك اصغر منك لكن اعقل منك. دي عبيطه. ولا ما حد عبيطه الا انت. بكره تندمي. خالد. خالد ايه ده؟ ما فيش بوسه لبابا؟ لا انا زعلان يا سي بابا. اولا من غير ثانيا انا بعتذر، لكن هعوضها لك بفسحه كبيره قوي. الليله؟ لا الليله مش هقدر. بكره ان شاء الله نقضي النهار كله مع بعض. هات بوسه بقى. يا حبيبي يا بابا. متاسف يا منى، على العموم ماما وعليا مش اغراب. كان لازم برضو تيجي.
مش عشاني ولا عشان ماما، علشان الولد. ما كانش ممكن اسيب مشروع زي ده يروح من ايدي. وانا يا محمود، ما انت سايبني على طول. انا قلت لك اسف يا حبيبتي. وعلى كل حال قومي البسي، نخرج نتعشى بره. ايه المناسبه؟ واحد عايز يخرج مع مراته لازم مناسبه. هنسهر نتعشى ونسمع مزيكا ونرقص ونقضي ليله حلوه. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا حجزت خلاص. يعني البس؟ ارجوكي وبسرعه. ايوه يا حبيبتي. مش هنرقص؟ طب لحظه واحده بس يا ولد. الفرع اللي هنفتحه في اديس ابابا هيسهل لنا المشروع بتاعنا. تصوروا الجسر التجاري اللي هيكون في شرق افريقيا كله هيتبع مكاتبنا. مش اقل من 2 مليون استرليني هيكون حجم العمليه كلها. محمود كفايه كلام في الشغل. خلاص يا منى دقيقه واحده. يبقى مش فاضل لنا غير اتفاقنا مع المصانع في فيينا. يا ريت انت تقدر تخلص. ايوه بس انا مفيش غيرك يقدر يتفاهم معاه. خلاص انا بكره هسافر فيينا وباذن الله هتفق معاه. لا يا محمود لا. انا مش فاهم عشان ايه ده كله. هي دي اول سفريه؟ انا تهقت خلاص يا محمود تهقت. هو انا مسافر عشان في ست تانيه مستنياني هناك. انا مسافر للشغل. شغل شغل شغل، كل همك وتفكيرك في الشغل. مفيش انسانه ربطت حياتها بيك تفكر فيها وتحس بوجودها. دي اول مره اسمع اللهجه دي. انا هنا ليه؟ وظيفتي ايه؟ احرس البيت ودادة للولد؟ مش هي دي حياتي معاك؟ 7 سنين وانت مش معايا، بتحبني وتعزني وتخاف عليا لكن مش معايا، تسافر وتيجي وانت مش معايا، مش هي دي حياتنا؟ بقى ده بدل ما تشجعيني. يا محمود يا محمود انا بشجعك بقلبي وروحي، لكن انا عايزه اتمتع بالحياه، عايزه اعيش حياتي وعمري وسني مع جوزي معاك يا محمود. ده حتى الليله اللي فكرت تعزمني فيها ما كنتش معايا، كنت برضه مع شغلك. انا متاسف، انا يمكن مقصر في حقك انت والولد شويه، لكن لكن ايه يا محمود؟ لكن انت عندك حق، ثم انا كمان محتاج لاجازه طويله نقضيها مع بعض، شهر عسل جديد نلف فيه العالم. يا ما سمعت منك الكلام ده كتير قبل كده، لكن المره دي صادق. جهزوا نفسكم وانا هرجع من فيينا بعد يومين ان شاء الله، اخدكم ونسافر على طول. تفضل قوي يا ستي. ميرسي. العفو يا ستي. ماما ماما ماما. ايوه يا خالد. مش هنروح المطار ونستنى بابا؟ معرفش الطياره هتوصل امتى. طب نروح ونستناه. نقعد طول النهار في المطار؟ انت قلتيلي ان احنا هنسافر النهارده مع بابا وهنلف الدنيا. لما يرجع بابا بالسلامه هنسافر. اطلع يا خالد العب في اوضتك. الو الو، فيينا معاكي على الخط. الو مصري معاك. الو ايوه يا منى، مش هقدر اجي النهارده، لا ولا اسبوع كمان، اصلي مضطر اسافر حالا تونس. انا كنت متاكده ان ده اللي هيحصل، بس اسمع يا محمود، الولد متضايق متضايق قوي. هاتي خالد وتعالوا على اول طياره على تونس. وانا هستناكم في مطار تونس. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. طب ما دام بتتكلم جد باي باي قبل ما تغير رايك. خالد يا خالد، هنسافر لبابا بكره يا حبيبي.